يعطيك العافية. إحنا خلصنا، بلشنا في عناصر اللياقة البدنية والقدرات، القدرات البدنية. أعتقد وصلنا عند السرعة، إذا أخذنا السرعة، ما أعرفش أخذناها ولا لا، مش متذكر، بس إحنا راح ناخذ السرعة لحالها اليوم. خلصنا تدريبات التحمل، كيف نتعامل مع تدريبات التحمل، شو أهمية تدريبات التحمل، وحكينا عن تدريبات القوة وأهميتها وشو العوامل اللي بتأثر فيها وشو الشغلات اللي بتخليها بتزيد وتقل. لا، ننتقل لموضوع اللي هو السرعة. شو يعني السرعة يا جماعة؟ شو يعني السرعة؟ يلا أستاذ، شو يعني السرعة؟ السرعة يا دكتور، إنه كل إشي، كل كائن حي له سرعته الخاصة، وبتختلف السرعة من بني آدم لبني آدم آخر، أو من حيوان لحيوان آخر. آه يا دكتور، سمعت أخوي بحكي عن إنه الولاد أخوي الاثنين يا كبروا، رب فأنا بنطط لهم ما يوثقوا، فأنا يا مبسوطة. رب يا رب. ما حسنوحي صباح الخير يا رب. شو يعني السرعة يا رب؟ مفهوم السرعة. أداء أكبر عدد حركات في أقل وقت ممكن. أها، ممتاز أحمد. أحمد، أنا بقول لك أنت في عندك مخ منيح. لا، إذا تعليمك دكتور، ما من الله علم يسلمك، التدريب. الله يسلمك. إذا أي حركات إحنا بنكون فيها بأقل زمن ممكن هي سرعة، لأن السرعة أنواع. عشان هنا إحنا جبنا تعريف عام، لو كنا نقطع مسافة في أقل زمن ممكن، فأنا بنقتصرها على إيش؟ على السرعة الانتقالية، نوع من أنواع السرعة. فاحنا اذا بدنا نعرف السرعه بشكل عام، هو اننا نكون بحركات في اقل زمن ممكن. فكل ما كان عندنا قدره ان نعمل الحركات في اقل زمن ممكن، معناها احنا بنمتلك سرعه اعلى. لان قد تكون السرعه حركه معينه، قد تكون ضرب كره، قد تكون انتقال مكان لاخر، قد تكون الاستجابه لشيء معين. فانت كل ما كان عندك قدره انك تكون بحركات معينه في أقل زمن ممكن، معناها أنت سريع. بمعنى كل ما قل الزمن شو بصير في السرعة؟ كل ما قل الزمن شو بصير في السرعة؟ أسأل. بتزيد بتزيد. إذا كل ما زاد الزمن معناها السرعة سيئة، كل ما قل الزمن عندنا بتزيد السرعة. طيب شو العوامل اللي بتأثر في السرعة حتى نقول فلان ممكن يكون سريع، فلان ممكن يكون أسرع؟ هذه العوامل إذا زادت عندك بتخليك سريع، وإذا قلت عندك بتخليك بطيء. شو العوامل؟ أي أنس، شو رأيك يا أنس؟ هيكلية الجسم دكتور، هيكلية، شو قصدك في هيكلية الجسم؟ إنه الواحد يعني طبيعي اللي مثلا اللي بيكون ناصح، مش زي اللي بركض لما يكون ضعيف. دكتور، قصدك قوة العضلات. مكونات الجسم قصدك أنت. أيوه أها ماشي. اي انس، دكتور، ممكن الوراثة؟ ممكن الوراثه، بل اكيد الوراثه يا خليل. أكيد الوراثة اسمع شيء، وراثة احنا فقط. نحط في مخك شغله واحده، اي شيء في الدنيا بيدخل فيه جانبين، وراثي وجانب بي. لكن في السرعه الجانب الوراثي بيكون عالي جدا. شو يا صلاح، شو عندك يا صلاح؟ شو الشغلات اللي ممكن تاثر في السرعه يا صلاح؟ اللي بتأثر في السرعة اه اللي هي طريقة التمرين أو طريقة الركض اللي بيركضها الجسم، لأنه في كل طريقة بيركضها الشخص تختلف عن الثاني، فيمكن في طريقة معينة تعطيه سرعة أسرع، وأيضا يمكن يوفر عليه بعض الأكسجين، فبنفس الوقت بيقدر يركض بسرعة عالية وأيضا يوفر بعض الأكسجين في الركض. أنا نكرك يا هذا صراحة، والله أنا جبت من حالي، والله ما حدا ممتاز عندي. جدا. لان في عندنا ناس بتجري بتردد خطوه سريع، وفي ناس بتجري بمساحه الخطوه. فطريقه الاداء تبعتك والتوافق العضلي طبعا لها دور. في حدا عندك ثاني؟ اه يا احمد، دكتور ممكن التكنيك تكنيك.
التكنيك هو نفس اللي حكاه صلاح، يعني نفس المفهوم الطريقه اللي بتأدي فيها. فاحنا خلينا نروح الاحتكاك نشوف يا دكتور، فيها الرشاقة الاحتكاك. والانسيابية. الاحتكاك انت قصدك يا براء في هسه الاحتكاك لما تركض اللي بتجي أرامل على مثلا، مش الرمل، زي ما تركض على إنجيل أو على السطح اللي بتجري بيبسي. عليه. صحيح صحيح، قوة الاحتكاك راح تأثر في السرعة تبعتنا، يعني إذا بنجري على ترتان غير عن نجري على أرض صلبة، غير عن نجري على أرض وحلية، غير عن نجري في جوا المية، غير عن نجري على أرض رملية، أكيد راح تكون السرعة. فقوة الاحتكاك والسطح اللي إحنا بنجري عليه أكيد راح يكون في اختلاف في عملية السرعة. طيب نوع الألياف العضلية، إحنا متفقين إن عندنا نوعين من الألياف العضلية، شو هن نوعين الألياف العضلية؟ بيضاء وحمراء، سريعة بيضاء وبطيئة. وحمراء. البيضاء هي البطيئة والحمراء هي السريعة اللي بيسموها الاف تي اف اللي هي السريعة والاس تي اف. كل ما زاد نسبة الألياف العضلية السريعة عند الشخص كل ما كان عنده قدرة على تطوير السرعة أعلى. لذلك عشان هيك احنا بنقول السرعة موروثة، العداء يولد ولا يصنع. وبنقول إذا أردت أن تصبح عداء فعليك إيش؟ أن تختار والديك. بمعنى يعني هي مظبوط ما حدا بيختار والديه، بس كدليل قاطع على ان السرعه لها علاقه وطيده قويه في الوراثه، فبقول لك اذا اردت ان تصبح عداء فعليك باختيار والديك. فالالياف العضليه ونوع الالياف العضليه الموروثه من الوالدين هي جزء مهم من عناصر او من اللي هي بتاثر في السرعه. التوافق العضلي العصبي سواء بزيادة عدد الألياف العضلية أو الوحدات الحركية أو بزيادة التوافق العضلي بين الألياف بين العضلات المختلفة. بمعنى إحنا شو بنقول؟ شو دخل حركة الأيدين في السرعة؟ هل في دخل بين حركة الأيدين والسرعة؟ بتدفع الجسم للأمام. طب أعطيني مقولة بتأكد لك هذا الحكي. بدك دكتور طارق فيها، هي نسيت كيف حكى لنا إياها. يقول لك العداء يركض بيديه أيوة بالضبط، هاي والرامي يرمي برجليه، صح ولا لا؟ العداء يعدو بيديه، حسب هذا صححها الدكتور طارق. هيك قاعد هون مش بحكي لك دكتور العداء طارق. يعدو، لانهم بيميزوا بين العدو والجري والركض. العدو مسافات قصيره، فالعداء يعدو بيديه. بمعنى اذا بنروح نشوف لعيبه المسافات القصيره شو بنلاقي اجسامهم كانهم بيلعبوا حديد. دائما لو بتروح تبع امريكا اللي باكي جونسون مش عارف شو اسمه ولا بولت، حديد وكانك بلاعب كبد اجسام. والجمايك يا دكتور. دايسون مثلا بيقول لك الدكتور طارق. فهذول الناس اللي بتكون عندهم بيهتموا في قوه الايدين لان هي بتعطيك التسارع تبعك بالضبط. انا بعرفش لو الدكتور طارق قلنا بالضبط شو الايدين اللي دخل، انا شخصيا مش جديد، بيساعدني في الدفع الاضافي حسب ما بيكون الدكتور طارق. فالعداء يركض بيديه، فالتوافق بين حركه الرجلين والايدين لازم يكون في حركه الايدين منسجمه مع بعض. هيك خلينا نقول التوافق هو انسجام بين حركات الذراعين والايدين والرجلين، بالاضافه الى الوحدات الحركيه. واحنا اتفقنا ان الوحده الحركيه هي مجموعه الالياف العضليه اللي بيغذيها العصب. فكل ما زاد عدد الوحدات الحركيه اللي بتنتشر معنا واللي بتشتغل معنا هي بتخلينا نعطي بشكل افضل. عشان هيك البني ادم لما ببلش يتدرب على شيء بتكون حركاته مبعثره مش منسجمه مع بعض، شوي شوي مع التدريب بصير عندنا انسجام للحركات. شو هذا الانسجام بنسميه؟ اللي هو بنسميه التوافق العضلي العصبي وزياده عدد الوحدات الحركيه، بحيث انه بتزيد عمليات الكف على حساب عمليات الاستدارة. بينما في بدايه التدريب اللي بينزل يسبح، هي الدكتور طارق بدرب سباحه اليوم، اللي بينزل يسبح بتلاقيه بعبي الدنيا، يعني مثلا قصي، خلينا نضرب مثال على قصي، قصي بيعرفش يسبح مثلا. لما ينزل في البرشة ويصير خابط في هالمية لأنه بيعرفش يسبح بشغل شن عضلات الجسم، فبتلاقيه ما بيقطع البرشة في عرضها اللي هو شو؟ تعبان. ليش تعب؟ لأن عمليات الاستثارة عنده عالية، بمعنى إنه بيشغل عضلات اللي مش لازم يشغلها فتعب بسرعة. مع التدريب شوي شوي بصير في عندنا عمليات الاستثاره تقل، عمليات الكف تزيد، فبصير في عندنا ايش؟ بصير في عندنا توافق اكثر في عمليه التدريب. فالتوافق العضلي العصبي مهم جدا في عمليه التدريب. القوه العضليه بقول لك كل ما زادت القوه شو بصير في السرعه؟ بتزيد ولا بتقل؟ هل هي تناسب طرد ولا عكس؟ بتكمل تزيد.
بتزيد. إذا القوة هو إلى أقصى في السرعة، كل ما زادت القوة كل ما زادت السرعة. طبعا لا، مش فالمفروض كما زاد القوة بس زي يزيد وزن العضلات بالجسم، فبديت البني آدم على الأرض. كيف ما فهمتش؟ هلا مثلا لما أزيد وزن العضلات في الجسم، السرعة راح تقل لأنه وزن العضلات زاد، بس أكيد صار أنا في عندي قوة لما إضافية أدرب بهذا الوقت. للسرعة، لما أدرب لاعب سرعة تمرينات قوة، ما بدي أنا أوصله للاعب بناء جسم. مش كمال أجسام بهذا، أيوه إحنا بندرب أنا بقوي قوة العضلة على ما قوة بكملها. عضلية بكثرة العضل. خلينا نحكي، أعطوني مجال أحكي أعبر عن رأيي شوي. أنا يا قصي لما بدرب تدريبات للاعب سرعة مش بوصله لبناء أجسام، مش بوصله لكتلة عضلية ضخمة، أنا فهمت قاعد عليك. بزيد في القوة. وإحنا تمرينات القوة أحيانا بنشتغلها من غير ما نزيد الكتلة العضلية أصلا. للاعب بناء الأجسام ما بنشتغل عليه، ما من للاعب السرعة ما بنشتغل عليه كلاعب بصير مدحبر ويصير يمشي وهو فاتح ديه ومش قادر يتحرك. فإحنا بنحكي عن قوة ما بنحكي عن بناء أجسام. الآن بناء الأجسام راح تأثر على المرونة وراح تأثر على السرعة وراح تأثر على شغلات كثيرة يعني. المرونة ومطاطية العضلة برضه، كل ما زادت المرونة كل ما زادت، طبعا المرونة مهمة جدا للاعبين السرعة، بالإضافة لمطاطية العضلة عشان تسهل في اللي هي حركة الدم وتسهل في الإشارات العصبية. العوامل النفسية، العوامل النفسية بتدخل في أي عنصر من عناصر اللياقة البدنية. البني آدم اللي ما عنده إرادة وما عنده تصميم وما عنده شجاعة وما عنده دافع من داخله ما راح يساوي، يقدر يجري 100 متر في 9 ثواني وأجزاء من الثانية، أجزاء من الثانية. فهذا الشيء بحاجة لإيش؟ بحاجة لإرادة، بحاجة لتصميم، بحاجة لنفسية، عشان الإعداد النفسي مهم. الإعداد النفسي أهم من الإعداد البدني والمهاري، حطوها في بالكم دائما. طيب أقسام قدرات السرعة يعني بشكل عام، شو إحنا السرعات، شو إحنا أقسام السرعة يا جماعة؟ أنواع السرعة، شو أنواع السرعة؟ أنتم بتشوفوا تتدرب على السرعة؟ يا خليل. السلام عليكم. شو أخبارك؟ تجارية. أعطوني شوية صغيرة نسلم. ناس تفتح المايك يا دكتور. عمي شباب، انا سجلت المايك عشان في عندي حدا ورجعت متكيكه بس. طيب نحكي شو اقسام قدرات القوه السرعه. يلا تفضل يلا شباب، بسمع مين سمعنا. شو دكتور؟ اقسام السرعه، احنا لما بدنا ندرب سرعه
السرعة احنا بنكون في عندنا سرعة خاصة للعبة معينة، عشان قسمناها لعدة أنواع من السرعة. السرعة شو الانفجارية، السرعات اللي موجودة اللي ممكن ندرب عليها؟ السرعة الانفجارية، السرعة الانفجارية، في شيء اسمه السرعة الانفجارية، في قوة مش عارف، انفجارية. في إشي بتذكر من دكتور طارق انفجاري بس مش عارف شو دكتور هو. من ثلاث، في سرعة ثابتة وفي سرعة متغيرة، صح؟ سرعة ثابتة وسرعة متغيرة، ما تشوف يعني؟ السرعة الانتقالية مثلا، شوف يعني قصاي، السرعة بتضلك على نفس السرعة السرعة. الانتقالية، أول تمام. سرعة تكلمنا عنها قصاي هي السرعة الانتقالية، صحيح؟ السرعة الانتقالية اللي هي إن في عندنا نكت طير من ألف لياء مثلا 100 متر، بتبلش من، يقطعهم بأقل ثمن ممكن. فكل ما أنت الانتقال من بداية ال 100 متر لنهاية ال 100 متر، أنت شو بسميها؟ سرعة انتقالية. فإحنا إذا بدنا ندرب على السرعة الانتقالية، لازم نعرف إن السرعة الانتقالية هي قدرة اللاعب على الانتقال من مكان إلى آخر في أقل زمن ممكن. الانتقال من مكان إلى آخر في أقل زمن ممكن، شو بسميها؟ السرعة الانتقالية. طيب شو أنواع سرعة أخرى؟ عندك مثلا سرعة التحمل زي ما حكينا، إنه بدنا نضلنا نتحمل لأكثر وقت ممكن. سرعة أو تحمل السرعة، إن الشخص يستطيع الاستمرار في سرعة معينة لفترة لأقصى زمنية وقت طويلة، ممكن. مثل لاعب كرة قدم يروح يجري لآخر الملعب ويرد يرجع ويرد يرجع، هذا شو بده؟ بده تحمل سرعة. أنت بتجري بس في نفس الوقت شو بدك؟ بدك سرعة مع التحمل. تحمل، يعني أنت بدك تجري بسرعة عالية في نفس الوقت بدك تتحمل السرعة. طيب عندك مثلا صورة استجابة للحركات، في عندنا سرعة بنسميها سرعة زمن رد الفعل، اللي هي وصورة الفترة الاستجابة هذه. الزمنية بين المثير والاستجابة. لو أنا واقف قدامي حدا ورميت عليه تبشورة أو كلام، بين ما يشوف التبشورة ويمد يده ويمسكها، هذا شو بنسميها؟ سرعة رد فعل. لما نجري 100 متر في عدو 100 متر ونقول لخليل يا خليل خذ مكانك استعد، شو بستنى هو؟ في صافرة. شو بنسميها سرعة؟ سرعة استجابة، سرعة زمن رد الفعل أو سرعة الاستجابة. في اللحظة المسافة الفترة الزمنية بين المثير والاستجابة بنسميها سرعة مثير، سرعة رد الفعل. في عندنا نوعين من السرعة، سرعة الاستجابة، في عندنا سرعة الاستجابة المركبة وسرعة الاستجابة البسيطة. شو الفرق بينهن؟ الفرق بينهن إن بين سرعة الاستجابة وسرعة رد الفعل، الفرق بينهم فقط في أن المثير معروف مسبقا أو مش معروف. كيف يعني؟ أنا لاعب كرة قدم هاجم على الحارس المرمى، أنا بدي ألعب لها شمال ولا يمين، هو بيعرف؟ لا، هي سرعة رد فعل. شو بسميها؟ مركبة. تمام. مركبة ليش؟ أنا مش معروف المثير مسبقا. طيب اخذنا انس وقلنا له انس روح على مضمار ال 100 متر، خذ مكانك استعد وصفر، بيعرف المثير مسبق ولا لا؟ عارف انه لانه بستنى ليش في صافر اسمها عشان يطلع. سرعة رد الفعل البسيطة؟ سرعة رد الفعل البسيطة. طيب احنا بدناش ناخذ لغير هذول الشغلات في السرعة والقوة والتحمل، بدنا ننتقل هالكيت على موضوع مهم جدا اللي هو حمل التدريب. حمل التدريب، شو يعني حمل التدريب؟ شو المقصود في حمل التدريب؟ وين نجاح؟ شدة وكثافة. وين نجاح؟ معك دكتور، معك. شو قصد انت يا نجاح لو بدك تتدربي تروح تتدربي تلاقي لنا حارس اللي انت بتتدرب تقول بدي اتدرب اليوم حمل التمرين، شو المقصود في حمل التدريب؟ حمل التدريب ولا حمل التمرين؟ ما سمعتش. او التمرين نفس الشيء، مين شو رايك؟ شو يعني حمل التمرين؟ دكتور، شدة وكثافة وحجم هذول مكوناته، بس هو شو التدريب مفهومه؟ التمرين. حمل التمرين إنه التعب، إنه تحمل التعب اللي بده يصير من التمرين هذا، شدة المقاومة للتمرين. شو رأيك في مرار؟ وين مرار؟ دكتور مرار أنا صراحة مش عارف.
ما احنا بدنا نفهم، احنا بنسأل عشان نفهم. شو آه السؤال دكتور أنا دكتور؟ كمان مش عارفة. وين مرار راحت؟ هيني احكي. مش عارفة بديش تعرفي عشان خاطرك. دكتور، اسأل اللي تخصصهم رياضة. انت انا برجع قانوني فلازم تعرفي. شو طيب السؤال؟ شو يعني حمل التدريب؟ طيب مرار بكل حمل عالي، الحمل منخفض، اليوم تدربت حمل عالي، اليوم تدربت حمل شديد، اليوم تدربت، شو يعني حمل التدريب؟ طيب ما انا حكيت شدة التمرين، لا نوع التدريب دكتور والتكرارات، طيب حمل التدريب مستوى التدريب يا دكتور، مستوى دكتور التدريب حمل التدريب هو عبارة عن العبء البدني العصبي الواقع على أجهزة الجسم الداخلي. أنا بجري، هذا الجري راح يشكل عبء على جسمي، صح؟ أنا بلعب شطرنج ومضغوط صار في عندي عبء عقلي. إذا لو أنا في عندي مباراة وجماهير وإشي شكل علي عبء عصبي، عبء نفسي. فهو عبارة عن عبء البدن العصبي الواقع على أجهزة الجسم الداخلية، هو عبارة عن عبء البدن العصبي الواقع على أجهزة الجسم الداخلية. هذا مقصود في حمل التدريب. وحمل التدريب أنواع، في عندنا حمل خارجي في عندنا حمل داخلي. شو الفرق بين الحمل الداخلي والخارجي؟ يلا يلا عبد الله البرغوثي، شو الفرق بين الحمل الخارجي والحمل الداخلي؟ هسا الحمل بتوقع الداخلي اللي هو بيكون داخل اللاعب، داخل الفكر تاع اللاعب والتعب الجسدي تاعه، والخارجي اللي ظاهر عليه سواء كان متوتر ولا مش متوتر. الحمل الضغط النفسي اللي هو الحمل الداخلي، والبدني هو الخارجي. طيب شو الحمل الخارجي الان؟ اي نجاح نجاح دكتور، بعتقد هو اللي مثلا الحمل الخارجي مثلا اللي بتدربوا فيه في المنظمات مثلا دورات تدريبية إشي ولا لا؟ شو يا نجاح؟ لما انت تجري حوالين الملعب، لما تروح تشيلي وزن، لما تجري على درج، هذا بنسميه حمل خارجي. هذا بنسميه حمل خارجي. طيب هذا الحمل الخارجي بأثر على ايش؟ على ايش؟ على أجهزة الجسم الداخلية. أنا لما أجري بصير أتنفس أسرع، بصير دقات قلبي بتزيد، عضلاتي بتسخن، الدورة الدموية بتزيد، فصار في عندي حمل داخلي. فالحمل الخارجي هو عبارة عن التمرينات الخارجية اللي بعملها، سواء جري، حمل وزن، صعود سلم، نزول سلم، كذا كذا. هذا بنعكس عليه حمل داخلي. بنعكس عليه شو؟ حمل داخلي اللي هو اللي بصير على أجهزة الجسم الداخلية. وفي عندنا حمل نفسي أو الضغط العصبي اللي بصير علينا نتيجة الضغوط النفسية، واحنا بنعرف الرياضة مليئة بالضغوط النفسية، سواء من الإعلام، سواء من الجمهور، سواء من أي شيء بيأثر علينا بنسميه حمل داخلي، حمل نفسي. مكونات حمل التدريب، في عندنا 3 مكونات لحمل التدريب، هاي المثلث قدامنا: شدة وحجم وكثافة. شدة وحجم وكثافة، يعني أي تمرين بنسويه في حياتنا هذا التمرين مكون من شدة ومن حجم ومن كثافة، صح ولا لا؟ صح ولا لا يا جماعة؟ صحيح. طيب شو يعني شدة؟ شو يعني حجم؟ شو يعني كثافة؟ شو يعني شدة التدريب؟ الضغط تاع التدريب يا دكتور، الضغط تبع التدريب. شو يعني شدة التدريب؟ تكرارات مثلا، التكرارات شدة؟ لا تكرارات كثافة. كثافة التكرار، لا التكرار الحجم بتكون. التكرار هو الحجم. شايف دكتور كيف؟ السرعة أو القوة في التدريب. إذا لما نقول التدريب شديد معناها صعوبة التمرين. كل ما صعبنا كل ما زادت الشدة، كل ما خففنا الصعوبة كل ما قلت الشدة. فإحنا لما نقول شدة، يعني إحنا لما نقول حمل التدريب 3 مكونات: شدة وحجم وكثافة. أنا بدي أروح على الشدة، أنا بدي أروح على الشدة. إجا فارس عصفور، قال فارس عصفور تتدرب اليوم سباحة،
طب كيف فارس عصفور بده يزيد شدة التدريب في السباحة؟ ممكن يزيد السرعة، ممكن يجيب لنا تيار ماء بيشتغل ضد الاتجاه تبعه ويزيد الاحتكاك فزاد الشدة، صح ولا لا؟ فشدة التدريب هي عبارة عن سرعة، صعوبة، القوة اللي بنتدرب فيها التمرين، شدة وسرعة وصعوبة التمرين، ماشي؟ فلما نكون شدة التدريب بنكون سرعة، صعوبة، قوة التمرين، ويمكن تصغير يمكن تخفيفها كالتالي. سرعة الأداء، المسافة المقطوعة، والمقاومة خلال الجهد البدني. طيب أنا بدي أسأل سؤال، سرعة الأداء يعني إحنا لو زدنا السرعة زدنا الشدة، طيب لو زدنا الوزن زدنا الشدة، طب المسافة هل تعتبر شدة ولا مش شدة؟ المسافة تعتبر شدة طبعا ولا مش شدة؟ طبعا شدة، لأنه كل شدة. ما زادت المسافة بدك تزيد قوة. يعني طب اعطوني مثال على ان انا احنا الخرشواي لما تاخذوا ماده التدريب راح تصير تقيسوا شده التدريب، طب كيف انا بدي اقيس الشده في المسافه؟ هل تعتبر المسافه شده؟ وشيف اعطوني مثال عليه. تعتبر شدة وتعتبر حجم مفروض، صح؟ ماشي، انا بدي اياها شده هالكل، اعطيني مثال على يا ان دكتور، مثل في الشده السباحة يعني بنقيس مسافه. يا فارس احكي. بقول لك، في السباحة يعني إذا بتزيد بتبقى شو اسمه المسافة أطول، بتصير الشدة أقوى عليك، بدك أنا المسافة في السباحة تعتبر حجم، السرعة تعتبر شدة، أو المقاومة اللي بتحطها تعتبر شدة، يعني في ناس بتدربوا سباحة بيحطون تيار عكس المنطقة اللي بيجري فيها فتعتبر شدة، بينما المسافة هم تعتبر. طيب أنا بدي أعطيك مثال، لما أنا بصراحة احكي إن المسافة إذا باكي فيها مقاومات وباكي فيها عوائق تعتبر شدة، إذا باكي المسافة بس بتزيد تعتبر حجم، بتزيد بدون مقاومات أو عوائق اللي أو تكنين عوائق أو مثلا تدريبات مثلا أشياء زي كده، فهمت علي؟ طيب خليك معي يا خليل. تمام دكتور، بس شغلة واحدة، المسافة كل ما كانت أطول معناته إنه زمن التدريب صار أطول، فكل ما زاد لا زمن هنا بنسميه حجم، حجم التدريب مش شده. طيب انا بدي اقول لك شغله يا خليل، لما تتدرب كره قدم مع ابو فلاح ويجي الدكتور طارق ويحط لك حواجز ويصير يرفع لك في الحاجز شوي شوي، شو هذا اللي رفعه؟ اللي شدة هي التدريب. المسافه، صح؟ تمام فالمسافه هون تمام كانت ارتفعت، شو صار في الشده؟ ارتفع. زادت. فأنا في التدريبات البليومترية سواء الصناديق أو البالستية فهنا بقيس الشدة من خلال المسافة، صح؟ تمام ما فإحنا بنقيس الشدة إما عن طريق سرعة الأداء، وهنا بصير عندنا زمن سرعة الأداء، بصير عندنا زمن القياس، أو عن طريق المقاومة اللي هي بنزيد المقاومة بنزيد الوزن اللي بتشيله أو بتقلل، أو عن طريق المسافة المقطوعة أو المسافة اللي أنت في الشغلات اللي بتكون فيها الشدة عبارة عن مسافة. معايير قياس الشدة، في عندنا عدة طرق لقياس الشدة، إما عن طريق السرعة، سرعة الأداء، وهنا سرعة الأداء إما بنقيسها بالزمن أو بنقيسها عن طريق دقات القلب، فأنا بزيد الشدة كل ما زاد نبضات القلب، شو صار في البني آدم؟ زادت الشدة، يعني أنا بتدرب عند 180 نبضة في الدقيقة معناها أنا بتدرب في شدة قصوى، إذا بتدرب عند 140 150 نبضة في الدقيقة معناها أنا شدة متوسطة، معناها إذا أنا عند 120 نبضة في الدقيقة معناها شدة منخفضة، واضحة؟ فأنا كل ما زاد نبض القلب، إذا أنا بدي أروح على واحد بيجري مسافات طويلة وبدي أنا أستخدم نبضات القلب في عملية قياس الشدة، فكل ما زاد عندي بديش أروح على مسافات طويلة. إجت مرال عشان تدرس قانون، قالت نحن بنضل قاعدين في المحاماه نقرا في القوانين وبدنا نتدرب على التريدميل، فقالت انا بدي اتدرب على التريدميل، فجابت هالجهاز والتريدميل عليه شو بيكون؟ فحص نبضات القلب. فهي هنا ممكن تستخدم شده التدريب عن طريق نبضات القلب، بنعطيك شيء نحسبه. الطريقه الثانيه مقدار المقاومه، يعني لما انا افوت على الجيم واشيل اوزان
اذا انا شلت وزن خفيف مثلا 5 كيلو، معناها انا كان بدي ارفع شده منخفضه، زدت الوزن 10 كيلو 11 كيلو 20 كيلو 50 كيلو، قصي دخل شاب 100 كيلو. طب انا بدي اسال سؤال، هل ال 100 كيلو شده عاليه ولا شده منخفضه؟ جاوبوني يا جماعه، مشان الله تجاوبوني. ما هو حسب كل واحد كيف يتعود دكتور، واحد راح كيف تفرق. يعني؟ يعني مثلا هلا انا متعود احمل 100 كيلو، نعم. فبحمل 100 كيلو بسهولة، اما واحد تاني ما حمل 100 كيلو فرح يواجه صعوبة في حملها. ممتاز جدا يا قصي، عن جد ان جوابك ممتاز. ال 100 كيلو هنا الشده لا تحسب عاليه ولا متوسطه ولا منخفضه، انا بدي اعرف من انو اللي بيشيل ال 100 كيلو. اذا قصي بيشيل 100 كيلو بجوز قصي بيشيل من اريحيه، تعتبر شده منخفضه، بسخن فيه بجوز قصي. بينما لو فارس مثلا بده يشيل 100 كيلو، بجوز ال 100 كيلو يبدا الشده ما فوق القصوى عنده، لان فارس مسلفك كمر مني مش هالجسم يعني. فالشده تختلف من شخص لاخر، ما بقدر احسب الشده شده التدريب لا اذا قاسم ولا لانس بنفس الطريقه. فال 100 كيلو ممكن تكون شده قصوى، ممكن تكون ما فوق القصوى، ممكن تكون اذا جبنا ميرال ولا نجاح يشد ال 100 كيلو، هذه شده بعدها بتستشهد. ممكن مسافه الاداء، هذا مسافة الأداء اللي كنا عنها قبل شوي، إني أنا لما أقفز على صندوق، أقفز على حواجز، فأنا كل ما رفعت هذه الحواجز معناها رفعت الشدة. كل ما رفعت الحواجز كل ما رفعت الشدة. أحيانا بتكون مسافة بين الحواجز هي عبارة عن شدة، أحيانا المسافة بين الحواجز إذا زدت المسافة بين الحواجز في الدبلة المترية معناها أنا بزيد في الشدة. درجة سرعة اللاعب أو الأداء في المنازلات، مثلا لاعبي التايكوندو ولاعبي الكاراتيه، سرعة الأداء هي عبارة عن شدة. فأنا إذا بدي كل واحد أضرب 100 لكمة في الدقيقة أو كل 50 لكمة في الدقيقة أو 60 لكمة في الدقيقة، فأنا بلعب في الشدة. لو جيت ألعب كرة سلة وكنت أصوب على كرة السلة، كتلة معك 10 ثواني تصوبني 15 تصويبة، ثاني يوم أعطيتك كتلة بدي 20 تصويبة ف 10 ثواني، فأنا برفع في الشدة. فأنا سرعة الأداء سرعة اللعب، فانا بزيد الاداء. او بدي اياه مثلا يجري بين الاقماع في طابه دريبل في كره السله بين الاقماع، انه ايش؟ انه يعمل دريبل، في بدي تجيب لي المسافه هذه في 10 ثواني، فانا بصعب في الاداء. او بدي صغرت المسافه بين الاقماع اثناء عمليه الدريبل، شو صار في عندي؟ فانا صعبت في الاداء عن تصغير عن طريق تصغير المسافه في صعوبه الاداء. فانا بقدر عندي 100 طريقه اني انا العب في شده التدريب عند اللاعب اللي انا بدرب، يعني مش طريقه واحده او مش شغله واحده اللي بتساعدني في هذا الشيء. سرعه تردد الخطوه، لاعب بيلعب على نط الحبل وبدا يزيد الشده، فبنقول له سرع في الاداء، بدك بدل ما بكيت توثب في الدقيقه مثلا 100 مره، لا بدنا 120 مره، بدنا 125 مره. نستخدمها احيانا في ايش؟ في تدريبات بالمتر، سرعه الارتداد على خط، بنحط خط وبنقول له اوثب رايح جاي، او تردد الخطوه في تدريبات على السلم مثلا، بنزيد الشدة كل ما زدت انت تردد خطوة اللعب. طيب شو رأيك ان احنا حساب الشدة نأجله للمحاضرة الجاية عشان نحكي وجهي احسن، لان في منكم الناس نايمة، ناس نايمة، نحن على اللوح. نحن على اللوح عشان نفهم. احسن يا دكتور، ونروح على احسن. حجم التدريب هالكيت عشان المسائل نحلها في المحاضرة أحسن. بس ما احنا عندنا هذا الجدول اللي قدام شيء. زيها يا دكتور، بلزمش تشرحها، ليش يا حبيبي؟ احذفها، بدناش اياها في المادة يا دكتور، بلزمش تشرحها. أنا اللي بحكي؟ عبد الله، عبد الله احكيش من هال تنخلص الفصل تحكيش. الله يرضى عليك. هانا في عندنا هم تقسيمات الله. لا شدة التدريب ونوع الطاقة، هذا بس للمعلومة يعني. نوع الطاقة اللي بنستخدمها إذا كان من 1 ل 15 ثانية الشغل بشدة قصوى، ها نستخدم الـ ATP والـ BC. شدة التدريب والعمل طبعا هان أكسجيني بوصل ل 95% و5% أكسجيني والباقي لا أكسجيني، عشان نعرف لما احنا بندرب شو اللي بندرب فيه. إذا كان التدريب من 15 ل 60 ثانية بشدة قصوى، هنا بنستخدم الـ ATP BC بالإضافة للعمل اللاكتيكي.
وهنا العمل اللاأكسجيني بوصل لحد 80%، والعمل الأكسجيني بوصل لحد 20%. أيضا إذا كان تدريب ل6 دقائق، فهنا الشدة تحت القصوى، النظام اللاكتيكي واللاأكسجيني 70% لاأكسجيني و30% أكسجيني. نفس الشيء بالستة لثلاثين دقيقة متوسطة، وبكون 10% لا أكسجيني و90% لا أكسجيني. إذا كان العمل فوق 30 دقيقة بتكون الشدة منخفضة والنظام أكسجيني، 5% لا أكسجيني و95%. بس المعلومة هذه ماشي. بنروح على حجم الحمل. شو يعني حجم الحمل؟ احنا اتفقنا الشدة هي عبارة عن صعوبة التمرين، سرعة التمرين، سرعة الأداء، بينما الحجم هو عبارة عن عدد التكرارات او المسافه اللي احنا بنشوفها. يعني انا فت على الجيم 1 2 3 4 5، الوزن عباره عن شده، والتكرارات هذه شو ما هي؟ عباره عن ايش؟ عباره عن ايش التكرارات؟ حجم 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 حجم. واحد بيجري مسافه، جريت 100 متر، رديت جريت 100 متر، رديت جريت 100 متر، صار عندي 300 متر. التكرارات والمسافه اللي جريتها ايش هنا؟ حجم. بينما السرعه اللي جريت فيها اللي هي مثلا ال 100 متر في 12 ثانيه، فهذا عباره عن ايش؟ عن شده. الشده او الحجم اما بكون تكرارات تمرين، او بكون في عندي فتره دوام التمرين، يعني ضربت ساعه هو عباره عن حجم، او بتكون عباره عن زمن اداء التمرين، يعني الزمن الكلي لاداء التمرين كامل. ماشي؟ فحجم التمرين واضح، تكرارات التمرين او الفتره الزمنيه للتكريم او المسألة. أنا تدربت ساعة هي عبارة عن حجم، أنا كررت التمرين 10 مرات عبارة عن حجم، أنا جريت مسافة 60 كيلو متر 30 كيلو متر هي عبارة عن حجم. ماشي؟ فأحجام التمرين هي عبارة عن تكرارات أو زمن كلي للتمرين أو مسألة. طيب أنا بدي أسأل سؤال لمين؟ أسأل السؤال براء. وين براء؟ أين موجود دكتور؟ يا براء، إذا أنت رحت تتدرب في الجيم، قلت أنا بدي أبلش أتدرب في الجيم، أنو بتبلش فيه أعلى، الشدة ولا الحجم؟ يعني أنت أول ما تبلش تتدرب بتدرب في شدة عالية ولا في حجم عالي؟ بناءً الحجم يا عليك دكتور، حجم الحجم الحجم. ليش؟ طيب انا لما اروح على الجيم ما بقدر ابلش في اوزان عالي، لكن بشتغل في تكرارات عالي، بشتغل لفتره زمنيه اطول، بس بشرط ان الحجم يكون شو؟ قليل. طيب السؤال اللي بدي اساله الحين، شو علاقه الشده والحجم؟ هل هي علاقه طرديه ولا عكسيه؟ شو علاقة الشدة في الحجم؟ هل هي علاقة طردية؟ عندك محاضرة؟ شو علاقة الشدة والحجم يا جماعة؟ لا لا، طبيعي عكسية يا دكتور. مسؤولة النادي يا جفارة، وينك؟ عكسية. هيني هيني. شو علاقة الشدة في الحجم؟ هل هي علاقة طردية ولا عكسية؟ علاقة عكسية، كل ما زادت الشدة بده يقل الحجم. كل الاحترام. اذا كل ما زدنا الشده بدنا نقلل الحجم، كل ما زدنا الحجم بدنا نقلل الشده، اذا هي علاقه عكسيه. ماشي؟ اذا احنا بنقدر نزيد الحجم لما بنشتغل في التمرين، بنزيد الحجم اما بزيد عدد الوحدات التدريبيه، يعني بتضرب بدل ما بتضرب في الاسبوع 3 تمارين بصير بتضرب 5، او بقلل ايام التدريب، او بزيد مرات التكرار، او بزيد زمن الوحده التدريبيه، او بزيد المسافه. اذا انا اذا بدي اشتغل على الوحدة التدريبية بدي اشتغل على الحجم، يعني انا اجى براء قال يا عمي انا زلمة بديش الشدة، بدي اشيل الشدة، انا بدي ازيد حمل التدريب عن طريق الحجم، فقال بدل ما اتدرب 3 ايام في الاسبوع بتدرب 5 ايام، او قال لك انا بدل ما اتدرب واكرر التمرين 5 مرات بصير اكرر 10، يعني بدل ما اشيل 5 مرات بصير اشيل 5، او قال بدل ما اتدرب ساعة انا بصير اتدرب ساعة ونص، او قال لك انا بدل ما اصير اجري 1500 متر تصير 2000 متر، فاحنا زدنا الحجم هون، زدنا الحجم. ماشي؟ طيب كثافة التدريب، شو يعني كثافة التدريب؟ هي عبارة عن
فترة الراحة بين التمرين والتمرين أو بين التكرار والتكرار. إذا أنا قللت التكرارات، قللت المسافة، فأنا زدت الراحة، صح؟ طب أنا بدي أسأل سؤال، شو العلاقة بين الشدة وكثافة التمرين؟ هل هي علاقة طردية ولا عكسية؟ إحنا كنا الحجم والشدة علاقة عكسية، كل ما زادت الشدة قل الحجم. طب بين الكثافة دكتور، والتكرار كل يعني كل ما والشدة، زادت بزيد برضه الكثافة الحمل، يعني بعض الوقت الراحة أطول أكتر إذا من هي علاقة شو؟ أرضية طردية. أرضية مش عكسية. كل ما زادت الشدة أنا بدي راحة أطول. طب أنا أرتاح، أنا راحة سلبية ولا إيجابية؟ إيجابية أكيد، شو يعني إيجابية؟ يعني ما بقعد مرة واحدة، بكون بعمل بحركات. 100%. إذا ما في عندي راحة سلبية النوم أو الإكعاد، بكون في عندي راحة نشطة بحيث إن أنا بمشي أو بجري خفيف، هذه الراحة الإيجابية. بينما الراحة السلبية شو هي يا رائد؟ رائد الإكعاد يا دكتور. الإكعاد، أيوه. بس أحيانا إحنا بنكون بحاجة للراحة السلبية، ديروا بالكم، أحيانا إحنا بحاجة للراحة السلبية، بالأخص لما اللاعب يصل لمرحلة إن عنده أوفرلود، حمل عالي، فإحنا بحاجة للراحة السلبية. اتفقنا؟ هذه ما مش أنتم. طيب بحرها معنا قدامنا، خلينا نشوف هذا الجدول وآخر شيء، خلص بنخلص اليوم. هذا الرسم البياني شو بيبين لنا؟ ببين لنا هنا على المحور الصادات او السينات، والله ناسي بالضبط شو بنسميه، هذا الشده صح؟ بلشت من 10% وانتهت في 100%. هنا شو عندنا؟ تكرارات، صحيح؟ صح ولا لا يا جماعه؟ هنا شده التدريب وهنا التكرارات. لاحظوا لما كان التكرار من 1 لـ5 قديش بكت شدة التدريب؟ من 90 لـ100%. طيب هنا 6 لـ10 تكرارات شو صار في الشدة؟ صارت أقل من عن 90 لـ85 صح؟ طيب هنا من 10 لـ5 لـ15 صارت متوسط. 70 صح؟ من 15 لـ20 صارت 50، من 20 بمعنى إن كل ما زادت الشدة قل التكرارات، كل ما زادت التكرارات قلت الشدة. واضحة؟ في حد عنده شغل واضح. عن الشدة والحجم والكثافة؟ في حد عنده سؤال؟ فيش حد عنده سؤال؟ في شيء؟ ها لا، اوكي، وانتو يعني على نفسي هجمت مراكش، لا دخل على نفسي هجمت مراكش اليوم يا جماعة. بدي اوديكم اليوم او بكره يعني الواجب